إذا أردت أن تبيع سيارتك يجب أن تتعلم فن البيع حتى تحصل على صفقة رابحة. الموضوع يحتاج شوية دراسات بسيطة للأسعار ومواعيد دخول الجامعات مثلا. خلينا نحضر تجربة أو نحضر خلينا نقول تجربة مع الزميلة زينب المشاط من العراق. السيارات فن وشطارة، وللسيارات مواسم مناسبة للبيع والشراء كحال كل البضائع. مثلاً يفضل بيعها قبل الأعياد وقبل دخول الطلبة الجدد إلى الجامعات، يعني في أكتوبر وديسمبر. آراء أخرى ترجح أن بيع وشراء السيارات متعلق بالوضع الاقتصادي العام للبلاد، لكن للناس في سوق السيارات رأي آخر. البيع هو يعني فترة الشتاء، يعني فترة الشتاء تكون السيارات يعني أسعارها مرتفعة، أفضل فترة لشراء سيارة أو استبدالها هو فترة الربيع. لكن الجميع يتفق أن أفضل وقت يتخلى فيه الفرد عن سيارته ويبيعها حين تكثر أعطالها. قبل ما توصل 60,000 أبيع، 60,000 تبدأ صيانة وأتعب وتعال ورا 60,000 70,000 يبدل سيارته يراوسها بسيارة زيرو يعني جديدة. على كل حال كلما حافظنا على صيانة السيارة كلما طال بقاؤها معنا، وبحسب محترفي السيارات والهواة فأن أفضل موعد لصيانة السيارة قبيل فصل الصيف، ويفضل استبدال السيارة وبيعها وشراء واحدة جديدة بعد قطعها مسافة أكثر من 80,000 كيلومتر. زينب المشاط، صباح العربية، بغداد. عموما كده رحب بضيفي خبير السيارات محمد دياب. هلا وسهلا بك استاذ محمد، يديك العافيه. وموضوع مهم جدا، انا لسه قاعده اخذ نصيحه منك واستشاره منك، انه انا عندي سياره في حاله جيده جدا لكن احتاج اني اغيرها عشان ابغى سياره اكبر. متى هو الوقت المناسب اني ابيع السياره او انزلها في السوق؟ هلا شوفي، عادة أوقات البيع للسيارات المستعملة بتكون تقريبا عكس اللي هو الشراء للسيارات الجديدة. طيب تقريبا بتعاكسوا، فخلينا نقول دائما السيارات المستعملة الفئة اللي بتبغى هاي السيارات أو بتحاول أنت تشتريها، إذا بلشنا بالفئة العمرية القليلة اللي هي بداية دخول خلينا نقول الجامعات أو بعد اللي هي فترة 18 سنة اللي هو بداية ما ياخذوا اللايسنس الجديد، أول ما يبلشوا يسوقوا السيارات، عادة الواحد ما بيروح مثلا ببلش بسيارة جديدة، ممكن يبلش بسيارة مستعملة. فخلنا نقول مثلا بداية موسم التعليم بالجامعات ممكن يكون بداية كويسة، لأنه بيكون في طلبة يبحثوا عن سيارة، راح يكون في طلب عالي على المستعمل أكثر من الجديد في هاي الفئة العمرية. في هذه الفئة العمرية، طيب يعني حتى لو كان مثلا متعلق الموضوع بمناسبات معينة، أعياد مثلا، شهر طبعا رمضان. هاي بالنسبة للفئة العمرية. هلا نحكي كتوقيت كأوقات، عادة آخر السنة، آخر السنة دائما بيعمل أغلب الوكلاء بيعملوا كليرنس تخفيضات على السيارات الجديدة، فعادة الناس ممكن ما تروح بآخر السنة على شغلة السيارات المستعملة. بداية السنة ممكن أول شهر شهرين من السنة مثلا تكون فرصة إنه الواحد يشوف، حاول يعرض ويشوف قديش قيمة السيارة، ممكن تكون أعلى لأنه بيكون خلص كل اللي هي العروض تبع الوكالات، فبيكون فرصة للي بده يشتري سيارة ويحاول ياخذ. زائد مثلا العروض اللي هي بتكون على السيارات الجديدة دائما بتكون في رمضان، معروف شهر رمضان عندنا دائما وعروض شهر العروض، فعادة السيارات الجديدة إذا كان في عروض ممتازة فالواحد بصير يتردد ليش أروح على سيارة، فنحاول نبعد على هاي من هاي الفترة برضه، لأنه هاي الفترة بتكون فترة شراء السيارات الجديدة بشكل كبير وعروض بالسوق يعني بشكل مزبوط. كامل. طب عموما احنا خلينا ناخذ كمان أرقام وإحصائيات عن سوق السيارات على مستوى العالم مع زميلة ريان الظاهري اللي راح تطلعنا على بعض هذه الأرقام. تفضل يا ريان. صباحك يا ريم. هو خبر مفرح بالنهاية طبعا للمشترين، يعني رغم الانخفاض في سوق السيارات المستعملة إلا أنها ما تزال تحافظ على مستويات جديدة مقارنة بما قبل جائحة كورونا. بحسب موقع فوربس، 14,000 دولار أمريكي متوسط سعر بيع سيارة مستعملة وفقا لشركة أديسا يو إس أناليتيكال سيرفيسز الأمريكية، و10.9% انخفض سعر السيارات المستعملة عما كان عليه في 2023، لكنه يبقى
أعلى مما قبل 2019. ويعتقد خبراء أن سوق السيارات المستعملة زاد الطلب عليه في السنوات الأخيرة بسبب نقص المعروض من السيارات الجديدة. كل ذلك دفع التجار إلى أن يكونوا أكثر انتقائية في شراء السيارات المستعملة، لأنهم يريدون مخزونا عليه طلب عالي بالنسبة لهم. الآن عودة إلى ريم. شكرا لك يا ريان على هذه الأرقام. وأعود لضيفي في مبدأ يقولوا بيع قبل أن تحتاج أصلا أن تبيع. إيش فكرة هذا المبدأ؟ على فكرة المبدأ، عادة السيارة كل ما بيقدم العمر تبعها، كل ما بتمشي كيلومترات أكثر، كل ما بصير في أكيد اهتراء لأجزاء كثير من السيارة. فخلينا نقول هلا إذا أنسب وقت مشان نبيع من ناحية الفترة ومن ناحية الكيلومترات، فالفترة بتكون خلينا نقول قبل 6 شهور مثلا، أقل شيء 6 شهور من انتهاء ضمان السيارة. فهي بيكون فترة كافية إنه لو واحد يشتري السيارة يتأكد إنه السيارة تمام سليمة، بياخذ عنده يكون ثقة نوعا ما إنه هي السيارة كانت ضمن الوكالة، ضمن الضمان تبع السيارة. لا الضمان هذه يعني في شركات عندهم ضمان على الماكينة 10 سنين، هذا حلو، لكن ضمان على السيارة غالبا بيكون سنتين، هو عادة 3 الأفريج تقريبا 3 أو 100 ألف. يعني أبيعها وهي جديدة تعتبر، يعني 3 سنوات ل5 سنوات، في شركات بتعطي تمديد كفالة ل5 سنوات، فنقول بين الـ3 والـ5 يفضل قبل انتهاء فترة الكفالة. حسب إذا كانت 3 أو 5، ب6 شهور تعطي ثقة أكثر للمشتري إنه يأخذ السيارة ويكون عنده ثقة. أو الكيلومترات إذا كانت مثلا نهاية الكفالة على 100 ألف، على الأقل قبل 5 أو 10 آلاف من نهاية الكفالة ككيلومترات، بتكون برضو عامل جذب، يعني عامل جذب وبيعطي ثقة أكثر للمشتري. مظبوط. طيب ماذا عن من يقبلون على شراء السيارات المستعملة؟ أم ما هي أهم النصائح للخبراء في هذا الشأن؟ خلينا نشوف. خد وقتك وراحتك وانت بتدور، وما تستعجلش خالص. مش اول ما تلاقي عربيه وتعتقد انها لقطه تقوم رايح تشتريها على طول. السوق مليان عربيات نص كم ونظيف مش كتير، اكشف العربيه كويس قوي في مكان مضمون. لو قفلت بيعه وانت مش كاشف صح، فغالبا هتتصدم باللي هتشوفه. بالمناسبه دي ما تاخدش اي كلمه ثقه وتنسى الكشف خالص، لان مش كل الناس عندها ذمه وضمير. الكشف اتاكد قوي من عداد العربيه وتاكد ان هو كمان مش ملعوب فيه وسليم. ما تشتريش اي عربيه ما تعرفش سوقها كويس، او حتى تعرف قطع غيارها متوفره ولا زي اي مشروع ما تدخلش فيه الا وانت دارسه كويس جدا. حاليا اي عربيه هتشتريها فانت دافع فيها رقم محترم، لازم تكون عارف انت حاطط فلوسك فين وفي المقابل هتاخد منها ايه بالضبط. وهذا اللي هو السؤال الصعب بالنسبه للكثيرين، خصوصا احنا البنات. يعني يقول لك السياره كويسه وشكلها كويس وما فيها مشاكل، لكن احنا نخاف انه نشتريها تكون في مشاكل كبيره في السياره، مثلا تعرضت لحادث، المقص ما ادري ايش حصل له، هذه كذا مصطلحات احنا نقولها، الماكينه فيها حاجه مكسوره. في شيء اسمه المقص حق الكفرات صح اللي جوا ذا تقريبا تعريب يعني هذه الاشياء اللي احنا نتخوف منها، انه كيف اضمن انه السياره دي بالفعل ما فيها مشاكل كبيره. هلا دائما قبل ما نشتري سياره، في حاليا بالوقت الحالي صار في، حتى لو صار في حوادث، صار في منصات هلا اللي هي منصات الشرطه او منصات التامين، ممكن الواحد يفوت يحط رقم الشاصي تبع السياره ويشوف اذا كانت في كان في اي تقرير حادث لهي السياره بخلال الفتره الماضيه. كلياته يسجل اي شيء، اي 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 عاده كليم للانشورنس او للتامين بخصوص حادث بيكون مسجل على هي المنصات. فهي من الطرق اللي الواحد ممكن يعمل اللي هو سيرش، بحث خاص له، ويحاول انه يوجد هي الامور. زائد انه دائما الهيستوري، تاريخ السياره اذا كانت مثلا محافظ على صيانتها أول بأول، فالواحد بتطمن إذا كانت بالوكالة دائما صيانتها، لأنه عادة بتكون سيارة مصانة بشكل دوري المفروض. دوري دائما حسب مواصفات المصنع. أكبر عمر للسيارة قد إيش؟ يعني ما أتخطى هذا العمر، يعني لا تقولي مثلا ديني نصيحة سيارة فوق عمرها فوق كذا لا تشتريها، إيش هو ذا العمر؟ هلا بتتراوح بين السيارات طبعا حسب نوعية السيارة. لا سيبنا من الكلاسيك، ما نتكلم على العملية. عمليا مشان تكون بالسيف سايد، أيوة. يعني ما تكون فوق 150 ألف. خبير السيارات استاذ محمد دياب، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.